صافي صافي واخا صافي راه تلحقو صافي. يلا صافي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عيطتي لينا على قبل البنية ديالك اللي هي قاصر واختفت تقريبا من جويه 11 ديال الصباح لدابا، شنو هما الإجراءات اللي درتي من ديك الوقيتة حتى لدابا وشنو هو الجديد في القضية؟ أولا السلام عليكم وكنشكركم على تلبية الطلب، شكر جزيل، وكنعاود نشكركم لأنكم سبق لكم ساندتوني في مثل هذه الحالة هذه. البنية عندي خويا كانت عيانة شوية، عندها مصابة بدكشي ديال الصرع، وكانت خرجت المرة الأولى ولحسن الحظ ديالها أنها تلاقت مع واحد السيدة فاعلة جمعوية في دارنا ديال الإيواء ديال الدار البيضاء، ومن بعد ما درت أنا ريكلاماسيون عند الدرك الملكي ديال البحث لفائدة العائلة، كانت فاجئ بالعشية في السيد عون السلطة كيعيط ليا بأن راه بنتي كاينة في دار الإيواء في الدار البيضاء. وفعلا مشينا جبناها، مجينا كنتسائلوا لقينا الدريه بحال قلتي في حاله غيبوبه، ما عقلاش على راسها، ما عقلتش امتى مشات، ما عقلتش امتى تخرجت امتى. والمهم جينا بقينا كنعالجوا الامور، درنا شويه الرقيه، درنا شويه القران، درنا داك الشيء، عالجنا الامور، بقات الامور عاديه. واحد النهار ثاني كنتفاجئوا بنفس المشكل، عاود خرجت، وهي فاش كنت اتصلت بكم نتومايا وسامتوني وقفتوا معايا من ورا داك اللايف اللي كنتو درتو معايا، من ورا ب 10 دقائق كيتصل بيا واحد السيد، اذا بها كنلقاها عند واحد العائله بعدا كانوا تصابوا ديجا كيعرفونا من حسن الحظ ومن الله والنيه، ومشينا جبناها. وعاود ثاني نفس الاشكال ثاني، درنا الرقيه، درنا القران، ولات كتصلي، المهم تحسنت شويه الامور حمدنا الله شكرا، لدرجه اني اضطريت باش نخرجها بالمدرسه باش ما تبقاش نطيح في هذه المشاكل، باش نبقى خدامه انا وانا مرتاح. حبستها من الدراسه وقلت لها على اساس صافي مقسمش لك الله تقراي، بقاي ما ربما ديري تكوين ديري شي حاجه. هي كانت قالت لك باغي ندير داك الشيء ديال الباشي، قلت لها مرحبا يسالي العام ارتاحي غادي نكون معك. واليوم كنجي من الخدمه مع ديك ثلاثة ونص، كنتفاجئ دخلت لقيت الام ديالها في شي حاله ماشي هي هذيك، عامل خلال الشوفه ديال العين عرفت كاينه شي حاجه، سولتها قالت لك ودي راه الدريه راه خرجت مع 11 ونص مشات تجيب واحد الصخره من هنا من واحد الحانوت حدانا، راه ما بقاتش رجعت. ومشيت هوت، قلت لي قبيله على انك هبطتي جيت البحر المولف كدير انت تما. مشيت حيت كندير البحر، وهي هاد المره الاولى والمره الثانيه ملي كتمشي كتقصد البحر، زعما ما كتمشيش شي بلاصه ولا كتمشي لشي مكان معين ولا محدد ولا كذا، كتمشي كتقصد البحر. انا ملي قلت انا راه كتقصد البحر مشيت هبط لهنا لواحد البحر حدانا سميتو القمقوم، كنقلب تمايا كنلقى واحد السيد حارس ديال السيارات كيعرفني وكيشوفها معايا، حيت انا مره كنديها نخرجها على تما. قال لي ودي اش كاين؟ قلت له ودي راه البنيه ديالي راه كاين وكاين، هو كيعرفها بانها مريضه. قال لي ودي راه بانت ليا غاد مريحه تما حدا داك لي روشي حدا الصخر، ولكن قال لي راني ما ديت ما جبت. قال لي راه كان صحابك جالس معاها، قال لي وما كنت صحابتها بوحدها راه غندير شي تدخل وغنشدها ونعيط لك ونعيط على الدارك الملكي، حيت هو بحكم الجوار راه كيعرف الحاله ديالها. ايوا خويا قلبنا البحر كامل، لا حول ولا قوة الا بالله، قلبنا البحر كامل حتى المحمدية هذا وين رجلي باش دخلت هي، باش عاود اتصلت بكم. مشيت على الدرك الملكي الله يجازيهم بخير، استقبلوني وخدموا معايا السيرفيس الله يجازيهم بخير ديال فرع المنصورية، وقيت معهم ريكلاماسيون ديال البحث لفائدة العائلة. وحنا كنتسناو الا كانت شي حاجة والا الله سبحانه وتعالى بغى يفرحنا كما سبقت اختفات وعاودنا شفنا دابا سير شفنا خير اطار هاد الحالات اللي كتوقع دائما، وسبحان الله العظيم دائما الحالات الجوج الاولى حضرت ليهم وهاي الحاله الثالثه، يعني ما فكرتوش شي طريقه يعني ديروها معاها؟ هي كتخرج كتبغي تخرج شي براسري شي باد شي حاجه اللي غيعاون على ان هذيك البنت راه عندها حاله خاصه اللي لقاها. دابا ملي كان وقع على داك الشيء ملي تغيبت هاد الشيء كامل طرحوا علينا الناس، قال لك ودي دير لها براسري دير لها شي حاجه اللي غادي يمكن لها خرجت الناس يعرفوها، حيت هي ملي كتخرج ما كتبقاش عارفه ما كتبقاش مكابتيه كيسولوا على سميتها كتعطيهم سميه اخرى سميه كتولي في حاله التوهان. وبغينا كنا باغيين نديروا، ولكن ملي شفنا الدريه تحسنات ولات واحد شويه ولات مزيان بخير امور عاديه بحال قلتي نسينا الامر، واليوم تفاجئنا ثاني بنفس المشكل. واش غنقول لك، كنطلب من الناس اللي كيشوفونا عبر المنابر الاعلاميه الله يجازيهم بخير يتعاونوا معنا، اي واحد شافها او صادفها او تلاقى معاها
راه دريه طويله رقيقه. هالصوره ديالها فوالا، الصوره ديالها كان لابسه، خرجت لابسه سورفيطه في الكحل مطبوعه شويه بالبيض، سورفيطه وسبرديله فروز، ما هزه معها حتى شي حاجه في يديها، ما كاين حتى شي حاجه في يديها. وكنعاود ناكد على المواطنين، المواطنين الاحرار اللي كيتعاونوا، اللي فيهم حس الانسانيه، اللي شافها ولا صادفها ولا دار، اتصل بينا، اتصل بي على الرقم ديالي 06 80 08 86 86. اكرر الرقم ديالي 06 80 08 86 86. والله يجازيكم بخير، ورا كلكم عندكم وليدات، وكاع اللي وقف معايا له لا يضروا في الوليدات ديالو، والله يرحم لكم الوالدين. يقدر الحاله الام ديالها اصلا مريضه، الام ديالها اصلا مسكينه كتعاني شويه من امراض نفسيه عصبيه، ومتبعه الدواء ديالها. وراك عارف الانسان اللي كتكون عنده امراض عصبيه كذا، ملي كيوقع في هذا المشكل راه ثاني غادي كيزيد يتاثر. تواصلتوا مع العائله هاتفيا تشوفوا ربما تكون شي حاجه؟ ما دابا العائله كاملين تيعرفوا بان بنتي مريضه، ما غنحتاجش انا نعيط لهم، حيت ربما الا مشات عندهم غيعرفوها بان راه خرجت بدون اراده، غادي يتصلوا بيا باش يهنيوني، باش يقول لك اودي رضوان راه بنتك هي عندنا. ولكن مادام ما اتصلش شي واحد ما غاديش نقدر انا نتصل. رضوان معاناه كثيره عندك مع هذه البنيه، معاناه السي ادريس، مع الحالات اللي كنسمعوا ديال الاغتصابات، معاناه السي ادريس، معاناه يعني كتزيد الانسان كيزيد يتبرزط والوساوس كتدخل بزاف. السي ادريس راك عارف انا راه رب ديال الاسره كتكون من 5 افراد زائد امهم، وتنخرج راك عارف المهنه ديالي، كنمشي ندير الحوت خاصني نمشي نخدم، والبيع والشراء كيبغي المورال، تبغى تبقى تكون خدام مرتاح، كنبقى مشطون. علاش داك؟ علاش قلت كضريت باش تخرجها من المدرسه باش يلا نخدم على خاطري؟ ما عنديش انا مشكل، ما كتبتش شي راسها تريح، تفهمت واحد الشيوله، كتعرف تكتب، كتعرف تقرا، كتعرف هذه عادي جدا. ولكن هذا الشيء كاثر فيا بزاف ملي جيت سيرشو، ملي جيت اليوم وسمعت خرجت اثر فيا بزاف. والله يسمح لينا من الوالدين، وكنطلب من اي واحد كيشوفني من هذا المنبر، راعي الحاله دي عندكم ابناء كما كتخافوا على البنت ديالكم، حسبوا هذه البنيه هي راه بنتكم، اللي شافها ولا تلاقى معاها يتصل بي على الرقم اللي قلت، ولا يتصل بالناس ديال الشرطه ولا اقرب مركز ديال الدرك الملكي ولا الشرطه، حيت انا ديجا درت بالي ريكلاماسيون دابا راه هي بحال قلتي عند البحث على الصعيد الوطني. امين امين. راه المره الثانيه حيت كانت تغيبات تقريبا 24 ساعه يومين ليله ونهار ديال الوقت ديالكم معايا من ورا اللايف 10 دقائق اتصل بيا السيد، 10 دقائق اتصلوا بيا الناس قال لك ودي راه كاين وكاين، ونتمنى تعاود الكره ثاني هذه المره. والله يرحم الوالدين كل من وقف معايا، من سواء من بعيد سواء من قريب. وانا ما غاديش نشرح لكم هذاك الشيء اللي كنحس به ولا المعاناه ديالي، انتم اي واحد كيشوفني دابا راه غادي يحس بيا، الا كان عنده وليد ولا بنيه وتغيب غادي يحس بيا. وسيرتو ملي كتولي بنت راه كتولي القضيه شويه قاصحه، مازال يقدر ولدي خرج ماشي مشكل يومين ثلاث ايام غادي غادي يجيب حالاته، ولا راجل مثلا غادي يدافع على راسه غادي. رضوان بنت ولا ولد قاصر صعيب 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 فعلا، ولكن البنت كتكون شويه اصعب. سي ادريس راك عارف مع الذئاب البشريه، مع الذئاب البشريه اللي كاين دابا، وهذا الشيء اللي كنسمعوا وهذه الجريمه اللي كنسمعوا، وهذا الشيء ما راه غادي من طبيعه الحال غادي نخاف على بنتي. يكون خير ان شاء الله. ولا سمحتوا بغيت نوجه النداء لاي واحد اللي كتخول لنفسه باش غادي يشد هذيك البنت ولا يلقاها وهي صغيره ومريضه، وغيحاول يستغلها مثلا جنسيا، ولا شي وحده اللي هازه اذى من اذى الله وغتمشي تستغلها كخادمه ولا شي حاجه، اتصل بيا وتباعد عليها. هذا راه مشكل، هذا راه مشكل لا عليها لا من حيث القانونيا ولا من ولا الهيا. قانونيا ما كيخولش لا باش غادي تشد بنت ولا واحد باش غادي يشد بنت ما عندوش بها علاقه ولا صفه وقاصر، والله سبحانه وتعالى هو ما كيبغيش هاد المسائل. انا كنطلب اللي شافها او صادفها او تلاقى معاها يخبرني، والله يرحم لي الوالدين، والله يجازيه بخير، ولا لا يضر اي مسلم في الوليدات ديالو. ونزيد نشير بان الرقم ديال الهاتف ديالي 06 80 08 86 86. انا كنسكن في المنصوريه تابع العمالات بن سليمان اقليم بوزنيقه. الله يجازيكم بالخير، الله يرحم الوالدين. الله يوفقك.